هذا وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر عن استيائهم الشديد واستنكارهم البالغ من تجاهل الإعلام القطري المتمثل في قناة الجزيرة الحكومية القطرية لمطالب الشعب القطري وغيابه عن قضاياهم الوطنية وحقوقهم المشروعة في الوقت الذي تعمل فيه الآلة الإعلامية الحكومية في قطر على زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية. البحرين علينا اليوم بمثل هذه القناة اللي مراسلينها في أصقاع العالم أن ترسل لنا واحد من مراسلينها ويجلس ويسمع. الجزيرة، يكفيك سفها وخيانة للمهنية غيابكم لمدة أسبوع عن حدث يبعد عن مقركم بضعة كيلوات. الجزيرة تعتمد على الرأي والرأي الآخر، وعدم وجود طرف ثاني تصبح يعني صوت واحد وغير مقنع. وليحدث ما يحدث، في نهاية المطاف لدي جواز سفر بريطاني، أستطيع أن أعود إلى بريطانيا حيث جئت.